بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين. السلام على من غسله دم والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقناة الخطي نعشاه وفي قلب من والاه قبره. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. يومان بينان يرى الإنسان فيها مخبرا، حتى يرى خبرا من الأخبار. والعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. مثل الحلم الحبيب ويانا، وفي غمضة عين ندفن الحبيب تحت التراب. مثل الخيال الدنيا، ليس الزمان وإن حرصت مسالما، عشيم الزمان عداوة الأحرار. والنفس إن رضيت بذلك أم أبت، منقادة بأزمة الأقدار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه، سلوتنا هناك بكربلة ويا الحسين، فاقدين شباب
تعال نروح إلى كربلاء ونشوف الشبان اللي شالهم الحسين صرعى على البوضاء. بأي حال؟ قال فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطواري لما رآه مبضعا فوق الثرى يذري عليه الذاري فدعاه والأحشاء تلهب والمدامع والمدامع تستهل بدمعها المدراري. شنو نداء الحسين؟ هذا مثل نداءكم لما حطيتون الشباب تحت التراب. شقد يلوع القلب الموقف، شقد يبكي العيون. إيش قال إلى الإمام الحسين؟ ترى هذا نداءكم بعد. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب أسحاري. يا ولدي يا ولدي، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. ودع علي الأكبار النسوة، ودع حسين وما وراه تشيع وتلطم الخد. قلت هيد يا بدر سعدي لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة ودا، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع. لي عساه الموت قبلك يا ضي العين. قالها مشيت قبال عينك ودعيني وتزودي مني قبل ما تفقديني. بعد مهجة فاديك بعد لا تترقبني، عنكم ترى ماشي ولا ارجع للصياوي. يا هذا البيت على لسان ليلى لكن مؤلم. هذه أمنية كل أم ها تريد تزف ولدها، تشوفه مزفوف بينها ويا الناس، ويا مو محمول على الأعناق، تسمع بدل الهلاهل تسمع شلون يا مولاي. قالت يا عقلي ثياب عرسك فصلتها، شني خسرت حسبات قلبي اللي حسبتها، وكل الأسف زفت زوجك ما شفتها مثلك. ولد يا نور عيني وجد. قالها يا ثكل حجايتك والله عجيبة، متلوق لثياب العرس وانا بحريبة، عمري تقضى وكل من يفوز بنصيبه. ثياب الشهادة ما تناسب غير تجفي، أهوت عليه تودعا وتجذب الون. تقل يا عقل الموت ما لك بد من ودعتك الله يا شباب المات،
ربيت يا ابني وحش بشهورك ونسنك، ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال إمامنا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وأن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، ألا وأن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار، ألا عامل لنفسي قبل يومي بؤسي، ألا تائب من خطيئتي قبل منيتي، ألا وأني لم أرك الجنة نام طالبها، ولكن ناري نام هاربها، ألا وأنكم قد أمرتم بالضعن ودللتم على الزاد، فتزودوا من الدنيا في الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا، ألا وأني ألا وأخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: الهوى وطول الأمل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يصف حال هذه الدنيا: كلما خطى الإنسان خطوة واحدة ابتعد عن الدنيا واقترب من الآخرة، كل نفس كل حركة محسوبة، هذه تحذف من الدنيا وتقربك إلى الآخرة، والآخرة خب مو هي بس يوم القيامة، لا، النبي صلى الله عليه وآله يقول: من مات قامت قيامته. الحساب يبدأ لما يوضع الإنسان في ملحودته، يبدأ الحساب وتبدأ القيامة. يقول أمير المؤمنين: الدنيا أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، تودع كل واحد الدنيا، وأمامك ترى الوضع أمامك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كفى بالموت واعظا. كل يوم احنا نشيع، كل يوم ندفن الأحبة، نفقد الأحبة، لكن ما يتعظ الإنسان، قلبه قاسي، والذي لا يتأثر بموعظة الموت هذا بعد ما تأثر بموعظة أخرى، أعظم موعظة هي الموت. وأن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، تقترب الآخرة. بالأمس كنا صغار، واللي شاب كان بالأمس القريب كأن لمحة بصر، كأن غمضت عين، كأن حلم، بالأمس أنا كنت بهالعمر واليوم قد غزاني الشيب، وعشت هالعمر كله والإنسان غارق بذنوبه. يقول: ألا من تائب، ألا من تائب من خطيئته قبل منيته. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يصف حالنا في هذه الدنيا بأروع وصف،
شي يقول أمير المؤمنين؟ يقول ألا وأن اليوم المضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية النار. تأمل المضمار، يقول الدنيا حالها مثل مضمار السباق، يتسابقون فيه الجياد، يضمرون الجياد، يدربوها على التحمل، يطعمونها من الأطعمة الخاصة حتى تواصل المسير، والأقوى هي التي تفوز. يقول الحال الإنسان في الدنيا ترى مشابه، إذا عندك عمل، إذا قدمت إلى نفسك زاد، ستتمكن من الوصول إلى هذا الدرب الطويل. يقول والسبقة الجنة، ها الجائزة العظمى الجنة، السبقة الفوز. لكن كثير من الناس ترى غايتهم في الحياة الدنيا هي النار، يعمل من أجل النار، ينفق أمواله من أجل النار. بعد يا أمير المؤمنين يقول ألا وأني لا أراك الجنة نام طالبها. اللي يبغي الجنة أشوفه نائم ما يعمل. صحيح كلنا نتمنى الجنة، لكن الجنة تحتاج عمل، تحتاج جهد. بعد اسمع ولا أراك النار نام هاربها. اللي يبغي فر من النار أشوفه يعمل إلى النار. يقول أمير المؤمنين عمله يوصله إلى نار جهنم وبئس القرار، العياذ بالله. وأن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان، أمرين يخاف أمير المؤمنين منهم، شنو يا علي؟ قال الهوى وطول الأمل. طول الأمل، توب يا فلان، ارجع إلى ربك. قال أنا بعدي في مقتبل العمر وأمامي سنوات طويلة. لا يا مولانا، الموت لا يفرق بين شاب، بين مسن، بين كبير، بين صغير، علية القوم من غيرهم، لا ما يفرق الموت، وأمامك الواقع. شبان حل منونهم، انتهى الموضوع، حلت ساعة. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ملك الموت مستند على تلك الشجرة على الرواية، وكل واحد فينا اسمه مكتوب على ورقة، فإذا نزلت ورقة هذا الإنسان عد ملك الموت قرأها، هذا فلان، خلاص حل أجله، حانت ساعته. فتزودوا من الدنيا في الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. تحرزون يعني تنقذون. الإنسان إلا عند عمل هنيئا. أما الإنسان اللي ما قدم إلى نفسه زاد في الحياة الدنيا، هذا مأسوف عليه. لذلك شوف الإنسان اللي عنده عمل بالدنيا، اللي عنده عمل بين المجتمع، اللي إلى وجود تواجد بالمجتمع، هذا فقد مؤلم، فقد يألم القلوب. ليش؟ لأن كل الناس محتكين به، وكل الناس يعرفون عمله، والله تبارك وتعالى يرفع شأن الإنسان الذي الذي يبذل جهود من أجل الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل المجتمع. هذا الله يرفع ذكره في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك تكون إلى فقدهم لوعة بالقلوب، تألم الأحبة، تألم الأهل، لكن الله بشرهم. يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم، شوف، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن بعد مؤلم، الله يمسح على قلوب الفاقدين. ليس شاب صغير، زهرة في مقتبل العمر، ويروح في غمضة عين. الفراق مؤلم، مهما يكون الفراق مؤلم. وأعظم مصيبة، أعظم مصيبة وين؟ في منزل الفقيد. ليش؟ قالت أكو أم حنونة هناك متعودة عليه بالحجار، كل شوية تجهز ملابسه، تهيئه إذا يريد يطلع مع أقرانه، مع أصحابه، تهيئ الولد، تجهز الولد،
اقتربت المدرسة تجهز أغراض. الآن راح الولد، وين تروح الأم؟ وين تروح؟ قال لك جالسة ويا صورة ذكريات، كالحين تقلب بهذه الذكريات وتتذكر الأيام ويا ولدها. الله يساعد قلبكم والله، الله يساعد قلبكم. لكن وين تروح؟ ها؟ وين تروح تشفي فؤادها؟ وين؟ قال لك تروح على قبره. صحيح هو ما يجاوبها، ما تسمع صوته، لكن شوية قريبة من ولدها، هو مو بحضنها ومو بجوارها، في قبره. تروح هناك وتجلس على قبره وتهل الدموع ولسان حالها شو تقول لما تجلس انت على قبر الحبيب، ها، وتتذكر ايامك ويا الحبيب على لسان الام. خليني اروح ويا الام، انا عندي ابيات ويا هذا الفقير حسين الله يرحمه. الى تواجد عندكم صاحب ابتسامه مشرقه، دائما باسم الوجه، حاضر بالمآتم، ها، بكاء تسمع الى ون بكاء. اني قال هذا حسيني من يوم هو صغير، حسيني الهوى من طفولته، عاش مع الحسين، خدم الحسين، والتحق بركب الحسين، هو ويا الحسين. ها؟ تروح على قبر الأم شو تقول بلسان الحال؟ مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدك خلة الأحباب؟ ما إلى صوت، ما إلى جواب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب. المحاسن راحت، راح حبيبكم تحت التراب، أكل التراب محاسني، أكل التراب محاسني، فنسيتكم، سامحوني نسيتكم أنا. أكل التراب محاسني فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أترابي، فعليكم مني السلام، تقطعت بيني عني وعنكم خلة أحبابي. نعطي الأم حقها، هي الفاقدة، المصيبة بقلبها. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. تتذكرون لولا؟ سامحوني أحبتي، أهل الفقيد، أنا أبغي أذيكم لكن مصيبة وأبغي أساعدكم على المصيبة. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. على لسان أمك يا حسين هذه، يما يما ليش اللي نحبهم ما يضلوا، يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، جمرة ذكراهم يخلوها ويرحلون. والله والله لو بالمدمع الراحة ويردون، لعل اجري دموعي واعمل عيون، لكن ما يرجع الولد، ما يرجع الولد. الله يساعد قلوبكم، ها، لا تقولوا لي ما تتذكرون كل ليلة بينكم، ها، عايش بينكم، روحة بينكم، ترفرف بلا مولاي، بلا مولاي، بلا شي. تقول الأم وداعت الله راح خلاني الغالي،
ودعت الله وصار بعد البيت خالي ودعت الله منظر دومي على بال ودعت الله ساعدوا أهل الفقيد ها وياي ودعت الله راحوا خلاني الغالي ودعت الله وصار بعد البيت خالي ودعت الله منظره دومي على بال والله صعبه من اشوفك شايلينك امنيتي ازفك يا ولدي اشوفك على جاري العاده معاريس القرية إذا طلعوهم يزفونهم بالهلاهل فرحة تصير بالقرية بالديرة لكن أشوفك يا ولدي مريت على البيت بجنازة بنعشاك وأسمع هلاهل وتكبير على هذا الشباب والله صعبة من أشوفك شايلنا والله صعبة وللمقابر زافينا والله صعبة رحت يا ولادي عن أمك أيوة ويلة أيوة مصيبتها بلا بلا يا أم الفقيد هذا عاش ويا الحسين من أجل الحسين وخدم الحسين وهذه أبيات إلى الفقيد خاصة إلى الفقيد وإلى أهلين واسيهم ها؟ هذا الفقيد عاش إلى الحسين وإنت بعد عايش إلى الحسين وتخدم الإمام الحسين وكنا عدنا أمنية كنا عدنا أمنية شنو أمنيتنا يا مؤمن أتمنى بحسيني تاك مماتي محزون بلطمت إخلاص حياتي أكون من العطش تنشف لهاتي وغيسلي من دمع غربات بناتي صوت واحد حسين يا حسين ها اسمع على اسمه هو بعد حسين أتمنى بحسيني تاك مماتي محزون بلطم تخلاص حياتي أكوني من العطش تنشف لهاتي وغيسلي من دمع غربات بناتي حسين يا يا محل هالاسم على الألسنة حسين اسمع هذا البيت إلك ها يا ريتي بسوادي جفنوني وبأرض الغابر يطاوفوني يا ريتي بسوادي جفنوني وبأرض الغابر يطاوفوني ويبصحني المخيم يدفنوني تهيل دمعتي وتغسل عيوني حسين اي حسين ها حسين
بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. وأبرى الكربلة وأقصد خيامها وأذكر زينب أبكي الألم. بيا حالة زينب هناك قال عين الزلمها وعين الخيامها شالوا عنها وتفرق شميل حسينون حسين حسين تقولوا لا مال ولا مال ولا مال أنا ردتك لا رد الدنيا ولا مال تسندني لو انوقع حملي ولا مال ولا مال يا جاسم خاب تظنوني ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي اي والله عند الضيج يا ابني قطعت بي. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا خلفوا في سويد القلب نيرانا أنا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا. يا الله إلهي بالحسين وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني فرج عن كل مكروب اشف كل مريض فك قيد كل أسير. يا الله يا الله يا الله يا الله من اجتمعنا بسبب اللهم اجعل في قبري الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحضور والولدان والحور انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور احشره في زمرة محمد وآله ومن تولاه وحسن أولئك رفيقا ونحن وإياهم. يا الله إلى روحي وأرواح المؤمنين والمؤمنات أجمعين أسيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.